تبدأ المعركة. والله ما ادري الحين نشوف نشوف اسمه الرجل الذئب. A man living up there with the wolves. I wish it was. He's a real life monster and one that needs hunting down and well, one of the two ways it can go. Go up to Lake Isabella and look around those parts. You don't freeze to death. شكله متوحش يا. You might just find him. Be warned though, like most things wild, I expect he'll be skittish. His wolves, on the other hand, might not be. يعطيك ثلاث نقاط. ما ادري ثلاث نقاط يعطيك في الخارطة. بس المرأة متقارب المكان، هذا متباعد. اوه دياب. طيرين يا اخي الذئاب ما يموتوا بسرعه. بعد ما يصير تسلخهم. تعرف؟ ايه ما يخلوك تسلخهم. هذه البدايه كذا ثلاثه ذئاب. لا لا ما في حد الحين. وقفت اول شيء ذئاب اثنين. اي بس خطيرين خطيرين جبان. شو تقول بالعاديه ثلاث طلقات، طلقات عاديه ثلاث طلقات. والله ما ادري انت كيف تركز تضرب في الراس يا عمي، هم بس يهجمون عليك. بالراس بالراس طلقة واحدة، طلقة واحدة بالراس. كيوب لازم تبحث عليه. كله ذياب عمي. والله هجوم يعني غير طبيعي. ايه ذياب صعب. ايوه
اي حصلنا الرجال. سحبته. يو قوية يا جيبان، قوية، هذا قوي وذياب، قوية يا قوية قوية. لا أقول لك ضخم، هو ضخم، هو ضخم والله، هو ضخم وذياب في كل مكان. هي ما مسألة عربية، مسألة قتال. الحين شده، قضيت على الذياب. لا اوف فظيع. عنيد هذا. اخيرا اسرته. لا خطير صراحة. صوت يعمل صوت ذياب، اعتقد ينادي ذياب. تعرف اي ينادي ذياب؟ اقول لك اوف. حصان نكوتا احسن شيء. هذا الحصان اللي عندي ممتاز حال المهمه هذه. يخاف مشكلته، يخاف هذا. بس راح النكوتا هذا اللي عندي ممتاز، ممتاز جدا ممتاز. الحصان النكوتا هذا اللي خبرتك عنه ممتاز جدا وسريع. هذا رخيص رخيص. الميزة ان الذئاب شوية يتأخر في النهار. وشوف العربي، الحصان العربي كثير يتعب بسرعة في الجزمة. اوف في الثلج، في الثلج كثير يلعب بسرعة، بمرة يتعب في الثلج. اوه يا قتلني 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 قتلني. يا اخي فظيعين هذول يا جماعه. المهمه عجيبه. ايه كله ذياب، ذياب عنده بس. ايه الحلو ان الحبل ساعدني، الحبل هذا وثق علي زين. ايه انا بضطر اطلع بعدين. اوكي بدخل بالليل، بالليل. اوكي استخدم الطلقات النارية هالمرة. لا خلاص، ممكن سيطرت على الامر خلاص. ايه بس جيفان النيكوتا يحتاج انك تقويه كبداية، بيكون تعبان ترى. اعطيته ضربه في الراس قاعد يتكلم.
اخيرا وصلناه.